24 من فبراير. في مثل هذا اليوم من عام 1942، معركة لوس أنجلوس، معركة وقعت بين الجيش الأمريكي وأجسام طائرة مجهولة الهوية فوق الساحل الغربي في لوس أنجلوس، ويحتمل أنها مركبات من خارج الأرض على حد وصفهم. وفي مثل هذا اليوم من عام 1949، توقيع اتفاقية رودوس للهدنة بين العرب وإسرائيل في جزيرة رودوس. وفي مثل هذا اليوم من عام 1969، نقل جثمان ملك السعودية الأسبق سعود بن عبد العزيز في الطائرة من أثينا إلى السعودية، ليتم دفنه في مقبرة العود بمدينة الرياض بعد الصلاة عليه في مكة المكرمة. وفي مثل هذا اليوم 24 من فبراير عام 91، الرئيس علي عبد الله صالح يوجه تحية اعتزاز للمسيرات الجماهيرية الحاشدة في المحافظات اليمنية والداعية إلى وقف حرب الخليج عقب اندلاعها، وحذر مبكرا من تدمير العراق وما سيترتب عليه مستقبلا من مخاطر لا تحمد عقباها على الأمن القومي العربي.